بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون والذي يصادف 21 من مارس من كل عام، أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تولي هذه الفئة من الأبناء اهتماما كبيرا ضمن سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم، إذ تضم المدارس الحكومية في الوقت الحالي 120 طالبا وطالبة من هذه الفئة. وأوضح الوزير أنه في ظل ما يمر به العالم من انتشار فيروس كورونا ونتيجة لتوجيهات الفريق الوطني الطبي بتطبيق التعلم عن بعد، قامت الوزارة بمواصلة تدريس الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون من خلال المنصات التعليمية الرقمية وتفعيل جميع قنوات التواصل الإلكترونية. وأوضح الوزير أن جميع المدارس الحكومية يتم فيها تدريس هذه الفئة في صف دمج ذوي الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون، معتمدين في ذلك على المنهج التربوي التعليمي التأهيلي للأفراد ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة ومنهم متلازمة داون لمساعدتهم في الوصول إلى أقصى درجة من التفاعل والمشاركة في المجتمع المدرسي والعائلي الخارجي. وقال الوزير إن الوزارة تقوم بتحويل طلبة متلازمة داون ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة إلى مركز التأهيل الأكاديمي والمهني التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستكمال تقديم الخدمات التأهيلية والتربوية والمهنية المناسبة، كما تم إشراكهم في مشروع بذرة عطاء الزراعي مع الطلبة العاديين في المؤسسات المدرسية.